يمر علينا بعد أيام رأس السنة الميلادية، وهي عيد من أعياد أهل الكتاب، ليس عيدا لنا. قد أبدلنا الله به يوم الفطر والأضحى، ورحم الله من قال: المسلمون ثلاثة أعيادهم الفطر والأضحى وعيد المولد. عجبت لمن يقول: قل هو الله أحد، كيف يحتفل مع قوم قالوا اتخذ الرحمن ولدا؟ علاوة عن أن هؤلاء هم الذين يقتلون إخواننا في غزة، اليهود والأمريكان والأوروبيين هم الآن يقتلون أهلنا في غزة برجالهم وآلاتهم وطائراتهم ودباباتهم. أنت تقاطع بضائعهم، كيف تحتفل معهم؟ إن هذا لشيء عجيب. الله يرضى عليكم، ممنوع نحتفل بغير عيد. أنت مسلم، ما كنت مسلم عزك بالإسلام. نحن قوم عزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أخيرا، حبيبك صلى الله عليه وسلم سحب شهادة الإسلام من كل واحد بيحتفل معه. بسطت، سحب شهادة الإسلام من كل واحد بيحتفل معه. قال بمسند الإمام أحمد وأبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. حافظه، حافظينه بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم ما فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هلأ حخليك تطلع وانت فرحان عم ترقص، تقول الشيخ كبسنا اليوم كبسة ممنيحة. لا، حخليك تضحك وتفرح. بمسند الإمام أحمد والبخاري مسلم في حديث بيطير العقل: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل. فهل تشهدون؟ أشهد. قول من قلبك: أشهد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم ألقاها إلى مريم وروح
منه وروح منه وأن الجنة حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النار حق خذ بشارتك وأنت طالع اللهم صلِّ وسلِّم.